وانا بختم عايز اجابه على سؤال واحد، مين فيكم يقدر يقدم روشتة للقضاء على الهجره غير الشرعيه؟ كلكم ما شاء الله. طيب مين اللي ما شاركش؟ انت ما شاركتيش، اتفضلي. عشان الشباب ما يهاجروش هجره غير شرعيه ويموتوا في المراكز. اولا انا شايفه ان حل ازمه البطاله مش بالسهل، لانها مش مشكله عاديه، دي ازمه بتاثر على المجتمع كله. فشايفه ان كحل بعيدا عن الحلول التقليديه اللي كنا عارفينها، شايفه ان الدوله لابد ان تسن مجموعه من القوانين فيها مجموعه من العقوبات بحيث تمنع الانسان من انه يفكر اصلا في الهجره غير الشرعيه. انت كده لجأت للقانون المنع. وليه الدوله لكن ما لجأتيش لحل المشاكل بتاعه الشباب؟ لا، ليه الدوله ما تعملش تحالف بينها وبين الدول الثانيه اللي الشباب بيلجأ لها اصلا؟ هو ده موجود التحالف. التحالف بين مصر وايطاليا على سبيل. اخد اجابه من هنا قبل ما اختم. انت ما شاركتيش، اتفضلي. اهلا وسهلا، انا ندى ابو بكر، محافظه الشرقيه. انا شايفه ان اهم حل للشباب هو الوعي، وعي الشباب. لو قدرت ان انا اغير وعي الشباب ان الهجره مش حل، الهجره مش حلم، الهجره دي وهم، هقدر ساعتها الى حد ما ولو بنسبه كبيره ان انا اغير المشكله اللي بتواجهنا دي. الى كل المسؤولين في مصر، افتحوا ابوابكم امام كل الشباب، اسمعوا احلامهم، احتووهم، قدروا كل كلامهم، ما ناخدش كلامهم او بعض منه بسخريه، والاهم ايضا نقلل الكوسه شويه في التعيينات. نطلع فاصل.